فيديو جديد. إذن هذا زوج الباوند دولار اللي شرحت عليه الفيديو السابق لاستراتيجية القوس والسهم. كنا على فريم 5 دقائق وعلمت على منطقة التعريض هذه تقريبا لما كان السعر تقريبا المناطق هذه. نكبر الشارت باش توضح الأمور. أوكي، قلنا إذا خروج السعر على المنطقة العرضية في المكان هذا، باش ننتظر السعر يكسر يخترق المستطيل ومع إعادة الاختبار باش ندخلوا شراء. كما نلاحظوا تقريبا لهنا تقريبا خرج السعر مع إعادة الاختبار، دخلنا شراء وستوب تضرب. المفروض كان ستوب في المنطقة هذه تقريبا، مش مشكل. إذا احنا باش نشوفوا الآن فرصة باش ندخلوا إن شاء الله صفقة لايف على الاستراتيجية. إذن نعود نحدد منطقة التعريض، أصبحت الصورة واضحة. احنا الآن على فريم 15 دقيقة، أصبحت الصورة واضحة كونه الاختراق الكاذب للمستطيل أصبح إلى فوق. إذن الاتجاه باش يكون الصفقة عفوا باش تكون بيعية عفوا. من المفروض ننتظر السعر يعيد الاختبار ثم ندخل بيع. باش ميطولش الفيديو، باش ندخل بعقد بيع. إذن نحدد الهدف وستوب ونرجع إن شاء الله. اوكي، اذا رجعت من جديد، حددنا الهدف كما نلاحظوا المنطقة هذه عفوا هدف الصفقة. من المفروض احنا ندخل مع لمس مع إعادة اختبار المستطيل باش يكون الهدف اكثر، مش مشكل. اذا هدف الصفقة 28 نقطة ووقف الخسارة 22 نقطة. وباش نعلقوا أمر معلق. اوكي، نحدد الأهداف ونرجع إن شاء الله. إذا رجعت من جديد كما نلاحظوا سعد السعر وما فعلش الأمر المعلق. الحمد لله. كما نلاحظوا الصفقة في الاتجاه للهدف. طبعا كما تعرفوا طريقة شغلي، معناها منحبش نبقى كثير في السوق، باش نغلق تقريبا 70 أو 60% من العقد وندخل وقف الخسارة، نحركو على الدخول، نلغو الأمر المعلق. إذا ونرجع إن شاء الله. أوكي، إذا حجزنا جزء من العقود وأملنا الصفقة. إن شاء الله تكون الاستراتيجية عجبتكم. طبعا الصفقة متاع البارح ترقبتها للشراء، لكن والحمد لله ما دخلتهاش. وكما ذكرت معناها ضرب الستوب. في حالة احنا دخلناها بحول الله، احنا عنا سيناريو يظهر لنا سيناريو البيعي ونعوضه والحمد لله. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا الاستراتيجية. اذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.